وقول يا اخويا ما تقولش انها ملهاش حد شكاره ولا تطلعش يا اخويا، دي مكان الصوت عشان عيالك اخويا معاكم عيالك اللي تصرف علينا كلنا وانت اديك قد ايه كده ما شفتوش؟ يا ابني. سنة ونص أو 5 ونص، حتى التليفون ما سمعتش أحس، بس سمعت أحسه عادي. كنت أبقى برضه الذكر بتبقى في دماغي، لكن ده أنا هتعارض، أنا هموت على أخويا. يا رب أخويا ما يموتش كده، يا رب ما كانش مات هو. انت اخر مرة اتكلمت معاه امتى في التليفون؟ ده كان على العيد، ده كتير، ودوت سمعت صوته بس، وما شفتوش تاني، ما شفتوش تاني، ما شفتوش. وصل لك الخبر ازاي؟ وصل للناس اللي انا ما وصلليش، حتى انا ما معيش تليفون. وصل لقحت روحي في الماء وجيت، لقحت روحي لما انا جيت من الناس، ما كنتش مصدق. قلت ما تضحكوش عليا، ما تضحكوش عليا يا اخويا، ما ماتش ولا جاتلوش حاجه. قلت طب تعالى تعالى خالي، وانا ده في الحج ديني كان مصرف علينا وكان مدح معانا ومجع العيال. هذا لو تلات كلمة وانا اتدمرت تلات وانا عايز انت استخلاص فيك البركة ان شاء الله. هي البركة دي انتهت. انا ما عديمت خالص، انا عديمت كده، انا هقدر اقوم تاني يا عيال. انا ما فيهاش بركة، انا فيها بركة كيف، انا كيف فيها البركة؟ انا ما عجزت، انا نص ساب خالص، انا قدرت خلاص يا عالم. انا كنت حلو لما كان مبوط فيا وياخدني معاه اي مكان، لكن دلوقتي يعني مين معايا حد يشيلني تاني؟ خلاص يا عيال خلاص. انت عرفت بالموضوع بتاع خلاص العاصفة دي فجلكت شوية؟ ايوه فضيحت، ما كنتش مصدق، ما كنتش عليك يا باي، ما كنتش عليك يا باي، ما كنتش عليك يا اخوي. وما يا ريتني انا كنت مت وهو لا، يا ريتني. لو ان انا صغير عام، لو ان انا بس انا هو معايا انا صغير اجورت، يا ريتني انا ما كنت مت واخويا لا. ومعاك معايا كده ما اعرفش 7 ولا 6 هم مات. يا خراب يا ام عليهم وعيال صغير كان حنين عليك. كان ايوه مريح معانا الله، ويجي على امها تموت عليه ودمرنا كل نوبتنا خير. بس خلينا خلاص انا اللي كده انتهيت. انت واخواتك في البركه برضه بنات، وانا واخويا التاني ده انا كده اعتبر انا التاني مت. بس انتهيت اخويا ده يعمل ايه؟ انا انتهى امر، انا ما قدرتش انصب طولي قبل التاني. هو البركه فيك برضه وبركه في واخواتك.